الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. مرحبا بكم سيداتي وسادتي مع هذا اللقاء المتجدد في مادة الإعجاز في القرآن والسنة. هذا اللقاء الذي يدفعنا للتأمل في عبر الكتاب المقروء الذي هو القرآن وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعبر الكتاب المنظور الذي هو الكون من حولنا. الإعجاز في القرآن والسنة ليست مادة حديثة، بل مادة يعني ظهرت منذ يعني نزول الوحي، لأن القرآن تحدى كفار قريش بأن يأتوا بمثل هذا القرآن أو يأتوا يعني بجزء منه، وكان التحدي يعني كبيرا على كفار قريش، نظرا لأن محاور الإعجاز هي متنوعة، فهو إعجاز بياني وتاريخي وتنبؤي وتشريعي. ما يعجز أي واحد أن يأتي مثل هذه المعلومات والتي لم تكن في الحضارات السابقة ولا في كتب سماوية أخرى التي حرفت ولم تبقى على أصلها. ثم ونحن نعيش في هذه القرون الأخيرة يعني مع ظهور الاكتشافات العلمية، ظهرت بالإضافة إلى هذه المحاور ما يسمى بالإعجاز العلمي، حيث بينت الكشوفات العلمية الحديثة في ميدان علم الأجنة وعلم التشريح وعلم الميولات وعلم التغذية، وكذلك في ميدان علوم الجيولوجيا والبيئة وعلم الفلك والأرصاد وغيرها، لأن هذه المعلومات لا يمكن إلا أن تكون وحيا من عند الله عز وجل، وأن يعني رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عاش في القرن السابع الميلادي، يعني لا يمكن أن يأتي مثل هذه المعلومات التي لم نستطع أن نكتشفها إلا حديثا، على عكس ما يقول الملحدون بأن هذه المعلومات كانت يعني على عهد أرسطو وكذا. فهذه المعلومات دقيقة جدا ولم نكتشفها إلا بالوسائل الحديثة. فمرحبا بكم سيداتي وسادتي في هذا اللقاء المتجدد. حلقتنا اليوم مع الإعجاز الاقتصادي، هذه الحلقة التي سنرى فيها كيف يقود الغرب سكان الأرض نحو كارثة حقيقية، وأن الإسلام هو الحل لما يحدث من هذه الأزمات الراهنة للاقتصاد الدولي. وإذا كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تحريم الربا، فإنه بعد انهيار الشيوعية في عصرنا الحديث ويعني انتشار الرأسمالية وتشبث الناس بالرأسمالية التي تعتمد على دورة مكونة من تعافي وإنعاش وركود ثم كساد ثم عودة من جديد إلى التعافي والانتعاش، هذه الدورة بقيت في منذ سنة 2004 إلى سنة 2019، يعني فقط في الركود والكساد المستمرين بدون أن تعرف انتعاشا ولا تعافيا، وارتبطت كذلك بسوء توزيع الثروة وهدر للموارد الاقتصادية وضعف للتنمية الاقتصادية وضعف في الاستثمار وارتفاع للتضخم وانتشار البطالة وتهديد السلم العالمي من خلال ما يسمى بالفوضى الخلاقة وغيرها. هذه المعطيات في الحقيقة هي ناتجة عن عملية الإقراض بفائدة والتي كانت سبب في أزمة الرهان العقاري الأمريكية المعروفة، والتي بيّنت حقيقة بوضوح حرب الله على هؤلاء الناس على أهل الربا. ويعتبر عام 2000 بداية تكون فقاعة السوق العقاري، وفي كثير من الدول الصناعية وخاصة أمريكا عندها قامت البنوك بتقديم تسهيلات غير مسبوقة للقروض العقارية بأنواعها وخصوصا السكنية، مما أدى إلى ارتفاع أسعارها تبعا لذلك. عندما بدأت الأزمة بدأت بمرحلة أولى خفض فيها البنك المركزي للفائدة، مما شجع المرابون يعني الناس عموما يعني على اقتناء السكن بشكل كبير جدا.
وأخذ القروض المنخفضة الفائدة من أجل الحصول على سكن. لكن الذي قام به المرابون هو أنهم رفعوا من البنك المركزي، قام برفع نسبة الفائدة، مما أدى إلى ارتفاع التكلفة والدين على الأسر، وبالتالي عز الأسر عن الدفع، وأدى البنوك إلى بيع مساكن الناس في المزاد العلني. هذا ارتفاع السعر الفائدة أدى إلى تغير في طبيعة السوق الأمريكية، تمثل في انخفاض كما قلنا أسعار المنازل، وتزايد عدد العاجزين عن سداد قروضهم العقارية في الولايات المتحدة، وظهرت بوادر الأزمة على السطح بشكل جلي مع بداية سنة 2007، وذلك مع تزايد حالة التوقف عن الدفع وزيادة ظاهرة استيلاء المقرضين على العقارات وكثرة المواجهات بين المقترضين والبنوك، وزاد عدد المنازل المعروضة للبيع بالولايات المتحدة على 75%، حيث بلغ 2.2 مليون، وهذا يعني أمر يعني خطير جدا. وأدت الأزمة إلى مشكلة في السيولة والتمويل المالي لمؤسسات عديدة خاصة في الولايات المتحدة وأوروبا، وضعفت قدرة البنوك على تمويل الشركات والأفراد، الأمر الذي أدى إلى انخفاض الإنفاق الاستثماري والاستهلاكي، وهدد بحدوث كساد حقيقي داخل المنظومة الغربية. وهكذا ظهرت الأزمة المالية العالمية بسبب أزمة الرهن العقاري، وتشكل المرحلة الحادة من هذه الأزمة ما بين 2007 و2008، واعتبرت الأسوأ من نوعها منذ الكساد الكبير يعني عام 1929. وهكذا أدرك العلماء والخبراء والعوام أضرار الربا ومفاسده، تبعا لتطور العمليات الاقتصادية التي تسوقها تشريعات بشرية فاسدة تعمل على تشجيع اقتصاد فئة من المجتمع دون فئة. وكما أشرنا يعني حدث سوء توزيع وهدر للموارد الاقتصادية وضعف التنمية الاقتصادية يعني وانتشار البطالة وغيرها، وأدى إلى يعني خلل كبير يعني في المجتمع الغربي، وبينت عملية الإقراض بالفائدة بأنها كانت السبب في أزمة الرهان العقاري الأمريكية، وبيّنت بوضوح حرب الله عز وجل على هؤلاء، والتي تهاوت فيها بنوك كبرى ومؤسسات مالية كبرى، وانحدرت فيها البورصات العالمية، وتبخرت تريليونات من الدولارات، وطارت مليارات يعني من الدولارات من أسواق المال، وهوت دول في العالم إلى الحضيض، وملايين فقدوا أموالهم إما على هيئة أسهم أو مدخرات أو استثمارات، وتآكلت من استثمارات الشعب الأمريكي في البورصات المالية حوالي 4 تريليونات دولار، وصارت هذه الأزمة أشبه بتسونامي يعصف باقتصاديات الكثير من الدول. وكذلك عملية الإقراض بالفائدة كانت سببا في سوء توزيع الثروة، بحيث يبين الدكتور شاخت الألماني الجنسية والمدير السابق لبنك الريخ الألماني، يقول إنه بعملية غير متناهية يتضح أن جميع مال الأرض صائر إلى عدد قليل جدا من المرابين. وهذه الحقيقة هي التي حدثت الآن، لأن الذين يتركز عندهم المال فئتان: الفئة الأولى هم المرابون الذين يقرضون المال ويربحون دائما، والفئة الثانية هم الأشخاص الأغنياء المقترضون القادرون على تقديم ضمانات تزيد قروضهم، وهكذا يؤدي إلى تداول المال بين المرابين والأغنياء القادرين فقط. وطبعا هذا ضد مقاصد الشريعة الإسلامية التي يعني
تهدف إلى أن يكون المال رائجا بين جميع الناس، فبسبب الرأسمالية يعني تحول رأس المال كله إلى فئة قليلة من الناس، حيث أقل من 1% من سكان الأرض يمتلك أكثر من 50% من ثروات الأرض، وتراكمت حوالي 80% من باقي ثروات العالم في أيدي 20% من سكان العالم. وبسبب الرأسمالية انقسم كل الناس في جميع المجتمعات إلى دائن ومدين طوال حياتهم بسبب الفوائد الربوية. وكذلك أدت عملية الإقراض بالفائدة إلى هدر الموارد الاقتصادية، بحيث ينتج هذا عند الإقراض بفائدة لأموال لا يتم توجيهها إلى أنشطة ومشاريع ذات جدوى ومنفعة حقيقية لحياة الناس. يعني التوجيه الاقتصاد وجهة منحرفة من مشروعات صناعية وتجارية إلى نوادي القمار والعهر والفساد يعود بالضرر على المجتمع، وكذلك تشجيع الناس على المغامرة والإسراف بتسهيل وضع المال في أيدي المغامرين والجهلة والمسرفين، يؤدي هذا إلى هدر الموارد الاقتصادية. كذلك أدت عملية الإقراض بالفائدة إلى تفاقم الإنفاق الاستهلاكي، والتمويل الربوي يؤدي إلى سهولة المدينات دون أي ارتباط بالنشاط الاقتصادي الفعلي، وهذا بدوره يؤدي إلى تفاقم الإنفاق الاستهلاكي، لأن نسبة كبيرة من القروض الفردية ستوجه إلى الحاجات الآنية على حساب الاحتياجات المستقبلية. كذلك أدت عملية الإقراض بفائدة إلى ضعف التنمية الاقتصادية والاستثمار. النقود في الإسلام لا تلد نقودا كما هو الشأن في الربا، بل لا بد من تدويرها في حلبة النشاط الاقتصادي، ثم تنقلب إلى سلع وخدمات وتتفاعل مع عوامل أخرى لتحقيق النمو والتطور، وهذا الذي تقوم به الصياغ الإسلامية من تمويل المشروعات الإنتاجية بنظام المشاركة والمضاربة والاستصناع وغيرها من المعاملات الإسلامية. الاقتصاد الإسلامي يملك حقا آليات معالجة الأوضاع الاقتصادية الصعبة والحفاظ على المكتسبات المادية للبشرية من خلال المكونات الأخلاقية والدينية للاقتصاد الإسلامي، والتي تتشكل في تحريم المعاملات الربوية وتحريم الغرر وتحريم الظلم وتحريم بيع الديون والقيام بالإنتاج الحقيقي وليس الوهمي والمضاربات الوهمية. يعني كل هذه تنضاف إلى عقود وأدوات النظام الإسلامي في المعاملات الإسلامية التي تأتي كبديل من سعر الفائدة، ومنها المشاركة والمضاربة والبيوع والإجارة والسلف والاستصناع والمزارعة والمساقات والتورق. هذه هي في الحقيقة بدائل يجب على النظام العالمي الآن أن يأخذ بها إذا أراد أن يقوم بمعالجة أوضاعه الاقتصادية الصعبة، والتي تبينت كفاءاتها حينما انهارت جميع البنوك، وبقيت البنوك الإسلامية يعني لم تنهار وبقيت قائمة وتؤدي وظيفتها رغم الأزمة الاقتصادية العالمية. لقد انهارت بنوك كبرى في الولايات المتحدة خلال 2008، وما زال العالم يدفع ثمن الأزمة التي أحدثتها هذه النظم المالية في الغرب، كما نتوقع الآن المزيد من الانهيارات الجديدة بين البنوك الأمريكية والغربية عموما، لأنه ورغم مرور كل هذه السنوات لم يستفد العالم من الأزمة السابقة، ولا يزال يمشي على نفس الوتيرة يعني وعلى نفس خطوات الرأسمالية الجشعة التي تقوده إلى الهاوية.